السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين، نهار جديد وفيديو جديد، ومرحبا بكم معايا خوتي. عواشركم مبروكه، تعيدوا وتعاودوا بالصحه والسلامه وطول عمركم. اليوم غادي نتشارك معكم المقارونيه، وتابعوا معايا خوتي. مقارونيه بالكفته، الكفته والخضره. عندي هنايا جوج قرعات مدايرين مقطعين رقاق، وعندي هنا جوج حبات البصلة مشردين، ندير عليهم شوية البزار، شوية الملح، والزيت، وغنردهم يتشحروا. ملي يتشحروا غنرد مطيشة والكفتة يطيبوا، وبقاو معايا تشوفوا الطريقة. دابا خوتي راه درت هاد القرعة والبصلة كيتحمروا حتى ينزلوا مزيان، تحمروا لي مزيان، وغادي نحيدو ونرد الكفته ديالي ومطيشه. والمقارونيه راه عندي مسلوقه، سلقتها. دابا خوتي ها هي البصله والقرعه راهو متشحروا، دابا غادي نحيدها نقص الغطا حيت غادي نولي نرد مطيشة و الكفتة في نفس المقلاة، نيت مغاديش نغسلها حيت غنولي نطيب فيها هادشي لي مازال عندي. عندي هنا جوج مطيشات محكوكين، وعندي جوج معلقات د لاصوص، مطيشة ديال الحب، ندير شوية د الملحة، شوية د البزار، ضريس ديال الثومة، شوية التحميرة، شوية قزبرة معدنوس، والزيت، دابا غادي نخليها طيب، وغادي نكور الكفتة ديالي. غادي نحط فوقها الكفته باش طيب معاها. دابا خوتي غادي نزيد الكفته على هاد لاصوص، ندير بيدي دابا غنخليها طيب. هكا وغادي نخلط هاد، ها هي المقارونيه ديالي، راه سلقتها بالماء وشويه الملح وشويه الزويته، ها هي. دابا غنزيد عليها هاد البصله والقرعه اللي شحرت،
غنزيد عليها شويه زيت مليه وغادي نخلطها هكا. كتجي زوينه، جربوها اخوتي راه غتعجبكم. واخا ديروها غير هكا بلا كفته كتجي مزيانه، غير بالبهارات البصله كتجي زوينه. انا ولادي كتعجبهم غير هكا بلا كفته، كتعجبهم كنديرها لهم. خلطوها مزيان، تاك تخلط مع هذيك القرعه والبصله مزيان. بقاو معايا اخوتي تطيب لي الكفته ديالي. دابا اخوتي ها الكفته ديالي راه كطيب. غنبدا نحط الطبصيل المكرونية. هكا من فوقها الكفته هاد لاصوص دمطيشه. المقارونية ديالنا اخوتي كتجي على هاد الطريقه هادي. جربوها اخوتي راه كتجي زوينه، نتمنى تعجبكم. شكرا لكم اخوتي كاملين، وتحيه لكم كاملين داخل المغرب وخارج المغرب. وبسلامه عليكم اخوتي، تالفيديو جديد ان شاء الله.